يلا تعالى. ما تسيبوش ولا شيء جوه. عملت ايه يا سالم انت وهريتي؟ طيب خلاص خلاص هبلغه خلاص. ايه يا فتحي؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. مخزن اتسرق. مخزن ايه؟ انت مالك انت؟ انت ايش دخلك في الموضوع ده؟ ايه ده؟ الف مبروك. بقولك ايه؟ في حد من الرجاله جرى له حاجه؟ طب تمام، اوعى تطلع بالبضاعة على البيت اللي في كوم السم. لا، حط نصها في العجوزة ونصها التانية عند برعي. هقابلكوا بكرة إن شاء الله. يلا مع السلامة. والله وبدتلك في القفص يا بنتي يا وردة. أنا مش فاهم إيه اللي بيجرالي ده. يا سبحان الله، ده انا ما كانوش الحرامية يستجروا يشيلوا حتة نشارة من قدام المغلق حتى. اقوم انا اتسرق ويجرأوا عليا للدرجة دي ويسرقوا بضاعة مني بالمبلغ ده؟ يا حاج مش كده يا حاج. الله، اما تحرق في دمك يا اخويا، ما في 60,000 داهية فضل الواد ابراهيم الصغير. انا ما بتكلمش على الفلوس، ما يغور نص ارنب ولا ارنب ولا اتنين حتى. انا بتكلم على المبدأ نفسه، ازاي يستجروا يسرقوني بالشكل ده؟ لا مؤاخذة يا حاج، هو انت تعرف مين اللي عمل العملة السودة دي وسرقك؟ وده كلام برضو. هو انا لو كنت هعرف كنت عايز كنت اقف اكلم نفسي كده. انا اللي كايدني اكتر هم عرفوا منين طريق المخازن الجديدة دي. انا دلوقتي اتأكدت ان في خاين بين رجالتنا. خاين ايه بس يا ابني؟ اعوذ بالله، لا يمكن. اولا الناس اللي بيشتغلوا معايا دول اغلبهم بيشتغل معايا من قبل انت ما تتولد، وبعدين ده فيهم ناس كتير انا ربيتهم بعد اهليهم ما ماتوا، وبعدين انا اللي معلمهم كلهم الكار. مش عارف يا حاج، بس انا عندي احساس كده انه برعي. برعي هو عارف اللي انت عملته ولا ايه؟ مش عارف، اللي انا عارفه إن وردة بتزوره في السجن. دي حتى اتخانقت مع حميدة أختي. وردة اللي اتخانقت مع حميدة أختك؟ يا ابني قول كلام غير ده، تلاقي حميدة هي اللي شرشحت لها. بس وردة، أنت قلت إن وردة اتجوزت راجل مقاول مباني أو حاجة كده، إيه اللي هيوديها دلوقتي عند برعي؟ وبعدين برعي نفسه ما يعرفش طريق المخازن الجديد. مش يمكن يا حاج حد من الرجالة راح زاره وقال له؟ حد من الرجالة يروح له يقول له؟ وما فيش حد ممكن يعتبر من رجالته غير مرسي. مرسي وادي درغام او مري. انا هقول لك تعمل ايه. بس خدي بالك يا ست الكل، الواد ده أهله حاطين عينيهم عليه 24 ساعة، يظهر إن هم خايفين عليه. يخافوا يا أخويا، ما يخافوش ليه؟ مش العائلة الوحيدة اللي حلتهم؟ بس كده يعني لازم تفكري ألف مرة
قبل ما نخلص منه واموريني. افكر يا درغام، افكر كويس قوي كمان. هو انا يا اخويا ورايا حد غيرهم؟ ده هيكون اخر لقاء رسمي بيني وبينكم، عشان كده قلت اودعكم النهارده قبل ما امشي. ليه سعادتك؟ دي الحركه لسه ما صدرتش. ايوه بس انا خلاص عرفت. على العموم البركه فيكم، انتم ولادي وتلاميذي، عشان كده انا ماشي وانا مطمن ان الاداره فيها ضباط كل همهم انهم يخدموا بشرف وباخلاص. انا اعتقد يا فندم ان تجار المخدرات لما يعرفوا ان سيادتك ماشي هيبعتوا للاداره جوابات شكر. بالمناسبه ست ورده بشندي اللي اسمها دلوقتي مدام ريري بعتت لي من كام يوم دعوه لحضور حفله عيد ميلادها. يظهر بقى انها يا اما ما تعرفش ان انا ماشي يا اما ناويه تكرمني في الحفله. انا كمان سعادتك بعتت لي دعوه. الله الله، اشمعنى انا بقى يا خال؟ ايه انا مش مال عينيها ولا ايه؟ لا ده عشان انا وست اللي هو سعد معرفه قديمه. لا انت معرفه ادم يا عم، انت هي واخواتها كانوا بيشتغلوا عند حماك الحاج ابراهيم العقاد. ده صحيح سعادتك، دي حتى حضرت فرحي ورقصت فيه. هي كمان رقصه؟ مش رقصه ولا حاجه، رقصه جدعانه مجامله يعني. المهم انت ناوي تروح الحفله دي ولا لا؟ سعادتك هو اللي بيشتغل شغلتنا دي، بيفضل يروح اي حته. ده انا يا دوب ما بصدق اخلص شغل اروح اخد حمام وانام. عاوز رايي؟ انت لازم تروح الحفلة دي. ايه وجهة نظر سعادتك؟ اكيد هيكون في هناك ناس كتيرة ممكن تعمل تحريات عنهم. ايه رأيك يا شاكر ما تروح معاه انت وحمدي؟ معقول يا فندم؟ حضرتك بتقول ان دي حفلة عيد ميلاد خاصة، يعني اكيد كل اللي معزومين في الحفلة دي معروفين بالاسم. انا كده بقى هعمل زي الناس اللي بتلبس وتتشيك ويروحوا يحضروا اي افراح وهم اصلا لا يعرفوا العريس ولا العروسة. انا كان رأيي ان علاء ما يروحش لوحده. علاء اكيد هيبقى مع مراته يا فندم. اكيد اكيد. ليه؟ سعادتك عارف ان مراتي زيي بالظبط، لا ليها لا في حفلات ولا اعياد ميلاد. لا لازم تاخدها معاك. احسن دلوقتي؟ ايه منتهى المتعه، ما تصوريش يا ريم، النهارده صحيت عندي صداع يفلق دماغي. لبست وجيت لك على طول. لا اوعي تعملي كده تاني يا حبيبتي، اوعي تسوقي وانت تعبانه. يعني افرضي لا قدر الله وانت جايه في السكه عملتي حادثه وربنا خدك ولا حاجه. طب قولي لي هعمل ايه؟ مش ببقى تعبانه ولا حاجه يا حبيبتي. كلميني في الموبايل قولي لي انا محتاجه تذكره يا ريري. ما انا ساعات جوزي بيبقى يا اما في البيت يا اما عندي ماما او حد من اصحابي بيزورني. لا من ناحيتي ما تقلقيش خالص، انا قبلها بقايله لك في التليفون زيزي هتجي لك الساعه كام، وممكن كمان اخليها سيبك التذكره جنب باب البيت اول ما تخرجي انت تاخديها. خلاص اللي تشوفيه. شفتي بقى عشان خاطر عيونك انت بس هشتغل دليفري، هوصل كمان لحد البيت. ياه انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل كده ابدا. وبعدين بقى مش احنا مبسوطين ودماغنا مشعشعه؟ خلاص. بس ما تتصوريش يا ريري، لما المدعو ده بيروح من جسمي ببقى حاسه اني عامله زي المجانين وجسمي كله مكسر وحاسه اني هموت. حبيبتي ما تقوليش كده بعد الشر عليكي، انا تحت امرك في اي وقت. لعلمك انا بعمل كده بس عشان خاطر اصحابي وزبايني اللي قريبين مني قوي عشان ما بيعرفوش يجيبوا الحاجات ديت. ولعلمك انا كمان بيصعب عليا قوي، لكن اوعي إيه تفتكر ان انا بتاكل في الحاجات ديت. طبعا انت ست محترمه وشيك وليكي سمعتك في البلد، خلي دول لاصحابك الانتيمو بس، واوعي انت اللي تقولي الموضوع ده لحد لحسن ده بيها خطر. ما انا عارفه. شفتي بقى انا بضحي قد ايه عشان خاطر اصحابي وزبايني، مع اني والله العظيم ببيعه بنفس الثمن اللي بشتري بيه. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على فتحي. طيب. إيه باي باي. انا لسه هشوفك تاني وتالت ورابع، انت وقعتك سودة معايا. انا عايزك تراقب برعي زي ضلك واوعى يكشفك. انت فاهم يالا ولا مش فاهم؟ يكشفني ازاي يا فتحي بيه؟ احنا بنلعب استغماء مع بعض، انت بس تؤمرني وانا رقبتي سداده. شينهم شوف بيهم نفسك. انا عايز الاخبار اول باول، فاهم يا مدبولي ولا مش فاهم؟ طبعا فاهم يا باشا. طب يلا غور، يلا غور. نهايتك على ايدي يا ابو رعي. مش هروح.